أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المقطع الذي استمعنا إليه من سورة البقرة تحته مجموعة من الفوائد والمسائل، فمن فوائد هذه الآيات أن الله جل وعلا بعدما نادى الناس بتوحيده وبعبادته وبإخلاص الدين له في قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فكان هذا النداء عاما لجميع الخلق، خص الله جل وعلا هنا بني إسرائيل بالذكر وناداهم سبحانه وتعالى وبين لهم عظيم نعمه ووافر مننه، ولذلك جاء تذكيرهم بنعمه وأيضا ببيان ما يجب أن يكونوا عليه من اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذه الآية في قول الله عز وجل يا بني إسرائيل، يا هنا حرف نداء وبني منادى مضاف وإسرائيل مضاف إليه، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، ولذلك ينسب بنو إسرائيل ينسبون إلى يعقوب لأن منه من أولاده بدأ بنو إسرائيل. وبالنسبة لإسماعيل عليه الصلاة والسلام هو أخوه من هاجر، أخوه وأمه هاجر، ولذلك العرب ينسبون إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ولذلك بين العرب
وبين بني إسرائيل هم بنو عمومة، بنو عمومة، فإسحاق وإسماعيل أخوان من الأب. قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم. ولذلك إبراهيم عليه السلام له ولدان، إسماعيل وهو الذبيح، وإسحاق. وإسحاق جاءت من ذريته، كانت في ذريته النبوة أيضا، والكتاب من يعقوب عليه السلام ويوسف وهكذا. وأما إسماعيل عليه الصلاة والسلام فنسب النبي صلى الله عليه وسلم يتصل به، يتصل به إلى إبراهيم عليه السلام. وقد جاء في حديث ضعيف من جهة الإسناد أنا ابن الذبيحين، وهذا لا يصح من جهة الإسناد، لكن بالنسبة للعرب ينتسبون إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. الفائدة الأخرى أن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يذكروا نعمته عليهم، قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. اذكروا نعمتي يعني اشكروا نعمتي، فذكر النعمة المعنى فيه ماذا؟ الشكر، وليس مجرد الذكر. والشكر له ثلاثة أركان: شكر اللسان، وشكر القلب، وشكر الجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. شكر اللسان يكون باللهج، بحمد الله والثناء عليه، وأما شكر القلب فيكون بماذا؟ بالاعتراف بأن هذه النعمة من الله وحده، لأن الله تعالى قال وما بكم من نعمة فمن الله. وأما شكر الجوارح فيكون بماذا؟ استعمال هذه النعم في طاعة الله عز وجل. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وما هي نعمة الله جل وعلا على بني إسرائيل؟ سيأتي إن شاء الله في آخر المقطع الإشارة إليها في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين. قال وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وأوفوا بعهدي، أوفوا بعهدي، أمرهم الله عز وجل أن يوفوا بعهده. أوفي بعهدكم، أوفي بعهدكم، فما هو العهد الذي أخذه الله عز وجل على بني إسرائيل؟ الواقع بأن العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل هو العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم، وذلك بتوحيده وعبادته وطاعته جل وعلا وتقدس. وهذا يعم التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية الأعمال وبقية العبادات. وقد جاءت آيات تشير إلى هذا المعنى، منها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وغير ذلك من المعاني. والذي يظهر الله أعلم أوفوا بعهدي، العهد الذي أخذه الله عز وجل على ذرية آدم أن لا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. أوفي بعهدكم، فائدة هنا إثبات الصفات الفعلية. نعم، قال أوفي بعهدكم، إثبات قاعدة الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وأن الله تعالى يوفي من أوفى بعهده. أوفي بعهدكم، والله جل وعلا أوجب على نفسه أن يوفي بعهد من أوفى بعهده، والمعنى الجزاء الجنة، أن الجزاء يكون الجنة. أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. ولذلك الله عز وجل في آيات كثيرة يذكر فيها هذه المشارطة، هذه المشارطة. فإذا قاموا بما أمر الله عز وجل به وفى الله جل وعلا لهم ما وعدهم تفضلا منه سبحانه وتعالى، تفضلا منه سبحانه وتعالى. ولذلك كما جاء في الحديث الصحيح كحديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال العلماء حق الله هنا ليس أمرا لازما واجبا عليه، وإنما تفضلا منه، هو الذي أوجب على نفسه أن من عبده ولم يشرك به شيئا أن يدخله الجنة، أن يدخله الجنة. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبوا.
إياي فارهبون. الرهبة هنا أشد من الخوف، الرهبة أشد من الخوف، وهي نوع من أنواع العبادة. ولذلك العبادة كما يعرفها بعض أهل العلم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. فالرهبة من الأعمال الظاهرة أم الباطنة؟ الباطنة، فهو عمل قلبي، عمل قلبي. وهل الرهبة تكون لله بإطلاق؟ الجواب لا، لأن الرهبة والخوف الشرعي هذا يكون من الله عز وجل، تخاف من الله عز وجل وأيضا تصرف الرهبة إليه سبحانه وتعالى. لكن هناك خوف طبيعي ورهبة طبيعية، مثل ما يخاف الإنسان من الحية الثعبان، يخاف من الظلام، يخاف من العدو. قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فخرج منها خائفا يترقب، خائفا يترقب. النبي عليه الصلاة والسلام لما خاف من قريش لجأ أين؟ إلى الغار، خوفا من قريش. فهذا خوف طبيعي، خوف طبيعي. أما الخوف الشرعي فهو الخوف من الله عز وجل، خوف من الله، وإياي فارهبون. هذه الآية ختمها الله عز وجل بعد أمره لهم بإيفاء بالوفاء بالعهد، وذلك تحذيرا لهم من التهاون في هذا الأمر، وأنه لا بد أن يخاف الله عز وجل ولا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. من فوائد هذا المقطع قول الله عز وجل: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. آمنوا بما أنزلت، أولا في هذا إثبات علو الله عز وجل، وذلك بقوله أنزلت، والنزول يكون من علو، النزول يكون من علو، ففيها إثبات علو الله عز وجل. والقاعدة الشرعية عند أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مستو على عرشه بائن من فوق، أن الله تعالى مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، وهو مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره، لا تخفى عليه من عباده خافي. وآمنوا بما أنزلت. الفائدة الأخرى: بما أنزلت، المقصود بالمنزل هنا القرآن، المنزل هنا القرآن، ولذلك الله جل وعلا أنزل القرآن، أنزل القرآن. قد دلت نصوص كثيرة في الكتاب على إنزال القرآن، وأن الله تعالى أنزله، أنزله مصدقا لما معكم، مصدقا لما معكم. والذي عند بني إسرائيل ما هو؟ التوراة والإنجيل. فالقرآن جاء مصدقا لما في التوراة والإنجيل قبل التحريف والتبديل، ولذلك التوراة والإنجيل من مشكاة واحدة، من مشكاة واحدة، فهو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. ولذلك قال: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بشيء ما أتى به إخوانه من الأنبياء السابقين، ولذلك الله عز وجل قال: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. والخطاب وإن كان لبني إسرائيل عموما وهم أمة واحدة، بالنسبة لليهود والنصارى أمة واحدة في الأصل يعني، لكن المراد بهم هنا القبائل الثلاثة التي كانت في المدينة، وهم بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، وكان عندهم التوراة يتلونها. وفي قصة الرجم أتوا بالتوراة، وكانت آية الرجم تلوح في التوراة حينما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة معروفة. قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معه. فالقرآن نزل مصدقا لما في التوراة والإنجيل من توحيد الله وعبادته وطاعته وطاعة رسله، الإيمان باليوم الآخر، أصول الإيمان المعروفة الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، يوم الآخر، والإيمان بالقدر. ثم قال جل وعلا: ولا تكونوا أول كافر به، لا تكونوا أول كافر به، والمعنى لا تكونوا أول من يكفر به فتكونوا أسوة سيئة، وإلا الكفر حصل قبل ذلك، فهم كفروا قبل ذلك، لكن هنا ولا تكونوا أول كافر به فتكونوا أسوة وقدوة سيئة، والعياذ بالله، يقتدي الناس بكم. ولا تكونوا أول كافر به، والضمير في به يعود إلى القرآن، يعود إلى القرآن، ولا تكونوا أول كافر به، قد نهاهم الله عز وجل عن ذلك.
ثم قال وهذه فائدة أخرى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوا. ولا تشتروا بآياتي، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ما هو الثمن القليل؟ المناصب، الأموال، الجاه، الدنيا، هذه كلها قليل بالنسبة لما عند الله سبحانه وتعالى. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولذلك قال بآياتي سبحانه وتعالى، لأنه جرى عن بني إسرائيل أنهم كانوا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وهنا قليلا ليس معناه جواز الشراء بآيات الله الثمن الكثير، لا، وإنما بين جل وعلا أن كل ما في الدنيا قليل بالنسبة للآخرة. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل، بل متاع الدنيا قليل، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وجاءت نصوص كثيرة تشير إلى هذا، على أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. قال: وإياي فاتقون، يعني لا تتقوا غيري وإنما اتقوني، اتقوني. والمعنى التقوى الشرعية هنا، أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد مضى ذكر معاني التقوى في مجال السابق. ثم قال جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا تلبسوا الحق بالباطل، يعني لا تخلطوا الحق بالباطل، الحق بالباطل، وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هنا نهاهم الله جل وعلا عن عملين قبيحين سيئين، وقد مارسوهما ممارسة عملية واقعية في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام. أولا لبس الحق بالباطل، خلط الحق بالباطل، وذلك بإلقاء الشبه مثلا، أن يلقوا الشبه مثلا. مثلا يقولون: نعم نحن نؤمن بأن محمد النبي، لكنه للعرب خاص، ولذلك هم كانوا يبشرون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون: هذا أوان زمان نبي، هذا زمان، هذا أوان خروج نبي آخر الزمان. حتى أنهم كانوا يهددون العرب ويهددون قريش. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام من العرب حسدوه، ولذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وصف النبي عليه الصلاة والسلام عندهم في التوراة: يعرفونه كما يعرفون أبناءه، كما يعرف الرجل ابنه، لكنهم حسدوا. ولا تلبسوا الحق بالباطل، وهو إلقاء الشبه مثلا. ولا تكتموا الحق، وكتمان الحق إخفاؤه، كتمان الحق إخفاؤه. قد ذكرت لكم قصة الرجم حينما أتي بيهودي زنيا، فسألهم النبي عليه الصلاة: ما تجدون عندكم الرجم في التوراة؟ فقالوا: نرى بأن تسود وجوههما ويطاف بهما. فقال: أتوني بالتوراة. فأتوا بالتوراة وجاء حبرهم، ثم قرأ ووضع يده على آية الرجم، فقال له عبد الله، وقرأ ما قبلها، فقال له عبد الله بن سلام أبو يوسف الحبر الإمام الصحابي الجليل، أمره بأن يرفع يده، فإذا هي تلوح آية كما هي الآية التي نزلت في القرآن. ولذلك كتمان الحق لا يقل عن لبس الحق بالباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذا فيه طوق نجاة لمن يجهل، فمن لبس الحق بالباطل جهلا غير قاصد ولا متعمد فلا إثم عليه. ولذلك قال جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكذلك من كتم حقا لا يعلمه، سئل عن شيء ولا يعلمه مثلا، فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يلبس الحق بالباطل ومن يكتم الحق. يوجد من العلماء مثلا
من علماء الضلالة والبدع من يلبس الحق بالباطل، مثل من يلحد في أسماء الله تعالى يؤولها ويصرفها على غير معناها مثلا، هذا الباس الحق بالباطل. ومنهم من يكتم الحق، وليس كتمان الحق مذموم على الدوام، ليس كتمان الحق مذموم بإطلاق، فقد يكون أحيانا كتمان الحق مصلح، كما في حديث أبي هريرة لما حدث قال حدث ببعض الأحاديث وترك أحاديث. لماذا؟ لأن الحديث فيها يقود إلى فتنة، يقود إلى فتنة. وعلي رضي الله عنه يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان، عفوا، يقول علي: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وابن مسعود يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لذلك بعض الناس الآن يقول مثلا: الساكت عن الحق شيطان أخرس، وربما نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هناك حديث أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. فأحيانا السكوت مثلا قد يكون واجبا باعتبار الحال، وقد جاء في الحديث الصحيح: من صمت نجا. هذا في الفتن، هذا في الفتن. ولذلك من المهم جدا أن يكون لدى طالب العلم فقه الصمت، يعرف متى يتكلم ومتى يصمت، لأن من الناس من لا يمتلك هذا النوع من الفقه، وربما قال قولا قاد إلى فتنة، نسأل الله العافية والسلام. وانظر إلى العلماء الأكابر الأماثل كيف يتعاملون مع الواقع، لا سيما في زمن الفتنة، لا سيما في زمن الفتنة. قال ثم قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. من فوائد هذه الآية أن الصلاة والزكاة من الفرائض التي فرضها الله جل وعلا في جميع الشرائع، شرائع الأنبياء، وقد دل على هذا مجموعة من النصوص في الكتاب والسنة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة بقلوبكم وبقوالبكم، أقيموا الصلاة بقلوبكم وبقوالبكم. أما إقامة الصلاة بالقوالب يعني بالأجسام فهذا عليه أهل الإسلام الذين يصلون، لكن إقامة الصلاة بالقلوب قليل ما هم، قليل ما هم من يقيم الصلاة بقلبه. ولذلك قال تعالى بعد ذلك قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولأجل هذا يشكو كثير من الناس الوسواس في الصلاة والنسيان وعدم التلذذ بهذه الصلاة التي هي نعمة من نعم الله وهبة من الله عز وجل، صلة بين العبد وبين ربه. سبب ذلك أنه أقامها بجسده ولم يقمها بقلبه، ولم يقمها بقلبه. ولذلك من إقامة الصلاة بالقلب أولا إحسان الوضوء، فإن للوضوء أثرا في سلامة الصلاة. أمر الثاني إخلاص النية، صلاح الطوية، واستحضار مراقبة الله عز وجل قبل الصلاة. سئل بعض السلف: كيف تصلي؟ قال: أسبق الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة فأقف بسكينة ووقار، وأتخيل الجنة عن يميني والنار عن شمالي، والصراط منصوب تحت قدمي، والقبلة أمامي أو الكعبة أمامي، ثم أسلم وما أدري أقبل الصلاة أم لا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها بلال. ولذلك إقامة الصلاة تكون بالقلب والقالب، بالقلب والقالب. وآتوا الزكاة يعني أعطوا الزكاة مستحقيها، وهم الأصناف الثمانية الذين جاء ذكرهم في الآية الكريمة وسيأتي إن شاء الله في محل. والزكاة تسمى صدق، قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء، يعني الزكاة. وفي حديث ابن عباس حينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إليهم قال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة. صدق، ما هي الصدقة؟ الزكاة، لأن الصدقة النفل غير مفروضة. وسميت الزكاة صدقة لأنها تدل على صدق صاحبها، لأنه صدق مع الله عز وجل وأخرج هذا المال المحبب إلى النفس. قال: وآتوا الزكاة.
وجاءت الزكاة مقرونة مع الصلاة في مواضع كثيرة في القرآن مما يدل على أهميته، ولذلك جاء ترتيبها في الأحاديث الصحيحة بعد ماذا؟ بعد الصلاة، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وجاء في حديث عمر عند مسلم: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. في حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، يدل على أهمية الزكاة، والزكاة لها أحكام مبثوثة في كتب الفروع. قال: واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين فيها مسألتان. المسألة الأولى أن الركوع ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، ولذلك إذا نبه الله جل وعلا على عمل في عبادة، إذا أمر الله جل وعلا بعمل في عبادة دل على ركنيته، كما في حديث الحج عرفة. الحج عرفة، وأركان الحج كم؟ أربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وسعي الحج. فنبه على عرفة لأنها ركن عظيم من أركان الحج. وكذلك كما في حديث ربيعة قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، فنبه على الصلاة بالسجود وأشار إلى ركن من أركان. كذلك هنا قال: واركعوا مع الراكعين، دل على أن الركوع ركن من أركان الصلاة. الفائدة الثانية: وجوب صلاة الجماعة. دلت هذه الآية، دل قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، على وجوب صلاة الجماعة. واركعوا مع الراكعين يعني مع المصلين جماعة في بيت الله عز وجل. ثم قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس، هذا استفهام إنكاري، لأن الاستفهام على أنواع، منها استفهام إنكاري وتقريري، هنا استفهام إنكاري. أنكر الله عز وجل على بني إسرائيل أنهم يأمرون بالبر ولا يعملون به. قال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ البر اسم جامع لكل عمل صالح مشروع في الكتاب والسنة، هذا البر اسم جامع لكل عمل صالح. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني تتركون العمل بهذا البر، وليس المقصود النسيان الذي هو عارض من عوارض الأهلية الذي لا جناح على الناس، كما في قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لا، وإنما تنسون أنفسكم تعمدا بترك البر وتنسون أنفسكم. وأنتم تتلون الكتاب، أنتم تتلون الكتاب، والمعنى أنكم أنتم أولى بهذه الأعمال، لأنكم أنتم العلماء وأنتم أهل الكتاب. أفلا تعقلون؟ أين هذه العقول التي هي مناط التكليف؟ ولذلك جاءت نصوص كثيرة فيها خطورة أن الإنسان يدعو الآخرين إلى العمل ولا يأتمر هو بهذا العمل، أو ينهى عن منكر ويقع في هذا المنكر. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه المسألة حقيقة تحتاج إلى ترتيب. أولا، يجب على من دعا الناس إلى المعروف أو نهاهم عن المنكر أن يكون أول المستجيبين لذلك فعلا وتركا. أمر الثاني، أن من لم يستطع إتيان المعروف أو العمل الصالح فلا يجوز له أن يترك الأمر به، لأن الأوامر مبنية على ماذا؟ على الاستطاعة. قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعت. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. وأما إذا نهى عن شيء فإنه لا يجوز له أن يقع فيه،
بدعوى العجز يحرم عليه. لماذا؟ لأن النواهي مطلوبة على الترك مطلقا، ولذلك المنهيات هذه مأمور الإنسان فيها أن يجانبها وأن يتركها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما قال فاجتنبوه إذا استطعتم، وإنما يترك بالكلية. لماذا؟ لأن المنهيات مفاسد، إما محضة وإما راجح، وما من إنسان إلا وهو قادر على اجتنابه. المسألة الأخرى بالنسبة للإنسان الذي قادر على فعل المعروف وقادر على ترك المنكر، هل هنا يكون لا يأمر ولا ينهى؟ الجواب لا، وإنما يأمر وينهى، حتى ولو كان هو واقع في التقصير في البر أو واقع في المعصية، واقع في المعصية فيأمر وينهى، وهذا قول جماهير أهل العلم. فإذا كان مثلا رجل لا يشهد صلاة الجماعة مثلا، فإنه يجب عليه أن يأمر أولاده ومن تحت يده بصلاة الجماعة، أو ينصح ويعظ ويرشد. شخص واقع في معصية مثلا يشرب الدخان، يجب عليه أن يقول للناس لا تشرب الدخان، حتى لو كان هو واقع، وإن كان تأثيره على الناس ضعيف، لأن القاعدة الشرعية أن التأثر بالفعل أقوى من القول، كما قال تعالى على لسان شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع. لكن لا يترك الإنسانها. وإذا قيل له أنت تدخن، ماذا يرد؟ الله يتوب علي، أسأل الله يتوب علي. أما يترك هكذا، إذا ترك كل أحد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيعيش الناس حالة من الفوضى، حالة من الفوضى، ولا يعرف الطريق الصحيح. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذلك يوجد من علماء الأمة من فيه شبه بعلماء بني إسرائيل، حتى قال بعض العلماء بأن يوجد في هذه الأمة من فيه شبه. فالعالم إذا لم يعمل بعلمه ففيه شبه من هؤلاء، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا، طلب المعونة من الله عز وجل. ولذلك قطب رحى هذا الدين هو قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فتستعينوا بالله عز وجل، واستعينوا بالصبر. الصبر هو حبس النفس عن الشيء، هذا هو الصبر، أن تحبس نفسك عن الشيء، وهو ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. صبر على طاعة الله، كل ما أمرك الله جل وعلا به وأمرك به النبي عليه الصلاة والسلام تصبر عليه. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، لا نسألك رزق. ولذلك الصبر إذا اتخذه العبد مطية بلغ الغاية بإذن الله عز وجل. الصبر عن معصية الله أن تحجز وأن تكف نفسك عن الوقوع فيما نهى الله عز وجل عنه، فكل ما نهى الله عنه يحتاج إلى صبر، لا بد من الصبر. والثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، كل ما يحصل للإنسان مما يؤلم يجب على الإنسان أن يصبر عليه. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. فقدم الصبر هنا على الصلاة، قالوا لأن الصلاة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى الصبر. وفي الحديث إسباغ الوضوء على المكاره، هذا في حديث الدرجات والكفارات، إسباغ الوضوء على المكاره، يحتاج الوضوء إلى صبر، والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة، إذن الإنسان يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى الصبر.
ثم قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وجهان لأهل العلم من أهل التفسير في عودة الضمير في قوله وإنها، قيل إلى الاستعانة وقيل إلى الصلاة، والذي يظهر أنه الراجح الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فذكر أول صفة من صفات المؤمنين خشوعهم في الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن الصلاة كبيرة ولا لا؟ كبيرة. ما معنى كبيرة؟ عظيمة، ثقيلة، ثقيلة، لكن على الخاشعين يسيرة سهلة بإذن الله عز وجل. وإذا أردت مصداق هذه الآية فتأمل في أحوال الناس، سبحان الله العظيم، تجد من الناس الصلاة عليه كصخرة عظيمة على صدره، ها، ويدخل في أزمة إذا جت الصلاة. لماذا؟ لأنه ما خشع فيه، ما خشع فيه. ولذلك ذكر الله عز وجل على المنافقين بأن الصلاة ثقيلة عليه، قال جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. وفي الحديث أثقل، لاحظ التعبير، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فهي ثقيلة، ثقيلة وكبيرة عليه. ولذلك كان بعض السلف يبكي إذا شعر بكسل لقيامه إلى فرض، قال أخشى أن أكون من المنافقين. أما أهل الإيمان فإنهم أشربوا محبة الصلاة، ولذلك خففها الله عليه، فهم يتنعمون ويتلذذون إذا دخلوا إلى الصلاة. لما يخرجون من كل شيء إلى الصلاة تجد أنهم في جنة، تجد أنهم في جنة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون يعني يتيقنون، لأن من معاني الظن اليقين، وهو أغلب ما يأتي في القرآن معناه اليقين، معناه اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أنهم ملاقوا ربهم، يعني يتيقنون بأنهم ملاقوا ربهم. متى يلقون ربهم؟ يوم القيامة، سيقفون بين يدي الله عز وجل وسيحاسبهم، وأنهم إليه راجعون، لأن الرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. فهم يعلمون بأنهم دار، في دار عمل، في دار تكليف، وهي دار ممر وليست بدار مقر، وأن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الدار الأبدية السرمدية. وهذه العقيدة وهذه المراقبة جعلت الصلاة خفيفة عليهم، لأنهم عرفوا الغاية، فهم يعملون لهذه الغاية، ملاقوا ربهم، أنهم إلى الله راجعون. ولذلك سهلت عليهم التكاليف، سهلت عليهم التكاليف. فكل من ثقلت عليه التكاليف فعليه بهذا الدواء، ما هو؟ أنه سيلقى الله عز وجل، يحيي عقيدة المراقبة في قلبه، ويتذكر يوم النقلة من هذه الدار إلى دار الدوام والأبد، هي الدار الأبدية السرمدية. ثم قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذا نداء ثاني لبني إسرائيل، وأمر لهم بتذكر النعم. وقلت لكم تذكر النعم يكون بماذا؟ ها، نمتم ولا لا؟ الحمد لله. ها، أي يعني اذكروا، اشكروا نعمتي، والشكر يكون بماذا؟ أي بأركانه الثلاث التي أنعمت، وأني فضلتكم على العالمين. قلنا لكم في درس مجلس سابق العالمين من هم؟ العالمين مأخوذ من العلامة، كل أحسن، كل العوالم من العلامة. وأني فضلتكم على العالمين، المقصود بالعالمين هنا في هذا السياق جنس بني آدم وليس كل العوالم، جنس بني آدم. وأني فضلتكم على العالمين، لأن لا يمكن أن لا يمكن أن يكونوا أفضل من الملائكة، ولا يمكن أن يكونوا أفضل من الأنبياء الذين هم من غير بني إسرائيل. والمقصود وأني فضلتكم على العالمين يعني في زمانكم ووقتكم، في زمانكم ووقتكم. فالله جل وعلا اصطفى بني إسرائيل وفضلهم في زمانهم ووقتهم وفي عصرهم على العالمين. ولذلك قال جل وعلا
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فهذا التفضيل هو بسبب أن الله تعالى جعل فيهم أنبياء وجعلهم أيضا ملوك. لكن بالنسبة للفضل الأممي فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وهذا محل إجماع عند أهل الإسلام. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها. ولذلك أمة محمد عليه الصلاة والسلام من حيث العموم والإجمال أفضل الأمم على الإطلاق. وأيضا مما يدل على أن الأفضلية أفضلية زمان، مما يدل على أن الأفضلية أفضلية زمان أن أنبياء مثلا أن إبراهيم عليه السلام أفضل من موسى صلى الله عليه وسلم وأفضل من يوسف. لذلك هي أفضلية عصر وزمان، وأني فضلتكم على العالمين. لكن هل بقيت الأفضلية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم نكثوا كما جاءت بذلك نصوص القرآن. قال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما يعني اجعلوا بينكم وبين هذا اليوم وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وسبق ذكر التقوى وتفاصيل التقوى في مجال السابقة كما ذكرت. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يعني يوم القيامة لا تؤاخذ نفس بنفس. قال جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما تجزي نفس عن نفس، ولا يمكن أن تفتدي نفس بنفس، ولا يمكن لأحد أن يقوم مقام أحد، ولا أحد يؤخذ بجريرة أحد. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، شيئا نكر هنا أي شيء. في ذلك اليوم كل إنسان يحاسب لنفسه. قال جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. قال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الشفاعة العظمى الأنبياء يتخلون عن الخلق إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا نبينا الذي أعطاه الله جل وعلا الشفاعة الكبرى. واتقوا يوما، هذا اليوم هو يوم القيامة، يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، لا يقبل من شخص شفاعة لآخر إلا بشرطين، لأن الأصل نفي الشفاعة. قال تعالى ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن بشرطين. الأول إذن الله للشافع، لا يشفعون إلا بإذنه، إذن الله. ها؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا يمكن لأحد أن يشفع إلا بإذن الله جل وعلا. والثاني رضا الله عن المشفوع، قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولذلك لا يقبل من أحد شفاعة أبدا إلا إذا تحقق الشرط الأول وهو إذن الله للشافع، والثاني رضاه عن المشفوع، والله تعالى لا يرضى عن القوم الكافرين. قال ولا يؤخذ منها عدل، لا يؤخذ منها عدل. ما المقصود بالعدل هنا؟ الفدية، الفدية. ولذلك أهل الكفر لو جمعوا ما في الأرض ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ما يمكن أن يفتدي أحد بأحد، ولا يمكن أن يكون هناك فداء الذي هو عوض حتى يعتق من النار بالنسبة لمن لقي الله كافرا. لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، يعني لا ينتهض أحد للانتصار لهم حمية، كأن يقوم الأب ينتصر لابنه أو الابن لأبيه أو القبيلة مثلا،
وهكذا ما يمكن لأحد، كل يقول نفسي نفسي، كل يقول نفسي نفسي. ولذلك قال تعالى: واتقوا يوما، يعني يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، كل إنسان يبعث ومعه كتابه، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. ولذلك قال تعالى: يا أيها الناس، جاءت آيات كثيرة في الإشارة إلى هذا المعنى، مثل ما ذكرنا قبل قليل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والنصوص في هذا كثيرة، وسترد معنا إن شاء الله من خلال المجالس القادمة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.